هنكهة حرة للفريق الأبيض اليوم. لفريق الظهرية عالية، لكن أيضاً، أه خطيرة خطيرة، يا لعيب. جول 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 جول. هذه لعبة صح. هاي لعبة صح لفريق الظهرية. هاي الجزال، يا لعيب يا لعيب، شوف اللعبة الماضية جول. اي آه نعم كرة القدم تلعب بهذه الطريقة هون القرار الجميل هون الباص الملعوب هون الاصدقاء القديمين هون الممرز المليانة بيان ذكريات نقول يعني الخصبة بين ماهر وبرضو اللاعب اللي هو مصعب الوطاط وبالتالي جول ظهرية يبحث فيها الاهلي بعد هذا اللقاء مع الشباب عن الوصول لمنطقة الامان اما الشباب من اجل تعزيز الصدارة وكرة عالية هلا في هذه المباراة جول جول, جول. والصفقة الرابحة تسجل من جديد إيه محمد فودي بعرضية ممتازة من جانب ماهر ومحمد إيه فودي محمد مع ماهر وبقية لاعبي الظهرية عاد إليهم وكانما كان ابنهم من اليوم الأول وكانما عاد لمنزل القديم يعرف الحارات يعرف الغرف يعرف يعني كل ركن من أركان المنزل الظهراوي لذلك يسجل فودي يسجل فودي جول السادس في مباراة السادسة عاد لو جاء من بداية الموسم ربما كان فودي الهداف كان فودي الهداف ما شاء الله عنه ما شاء الله عنه بالراس يسجل بالقدم اليمنى باليسرى يسجل عن طريق كود الحلول وبالتالي جول ثاني مستحق للظاهرية عن طريق الهداف الجميل والذكريات شريط الذكريات نعم والله يعني ذكريات الظاهرية المبنية على فودي وماهر وكعبية اعتقد هلا عم أنس أبو سيف يلعب كرة عالية البطاط بالصدر ممتازة لماهر شوف تحركات فودي يا جماعة مزعج للغاية لكن هذه المرة عميد عميد ينطلق وقد ياتي الثالث 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 جول 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 وظاهرية مختلفة للغاية في شوط اللقاء الثاني ظاهرية مختلفة للغاية في شوط اللقاء الثاني والجول الثالث الظهير الأيمن ليتقدم ويسجل جول 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 هي الظاهرية الظاهرية ماهر الباص الكرة الأخيرة ما كانش فيها تسلل وعميد كان طماع شوي في هاي اللعبة الطماع مطلوب بالتالي وهذه ظاهرية اه هذه ظاهرية هاي الظاهرية اللي بنعرفها هاي الظاهرية اللي بنألفها هاي الظاهرية اللي بتلعب كرة القدم ما... الكرة ملعوبة لفريق الظاهرية أمامية ممتاز العميد عميد عميد عالمي جول 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 جول, جول. وهلا كمان صلى على النبي صلى على النبي على هذا الهدف الجميل أربعة لا شيء أربعة لا شيء أربعة لا شيء ايه التمريرة والتزيد والجول صناعة عن طريق محمد أبو أميد يستلم بالصدر يصوب الكرة في المرمى نعم جول ايه التصويب في المرمى وجول يستقل اليوم يعني وجود حارس مرمى شاب للغاية شاب ما عندوش تجربة بالمرة في دور المحترفين محمد حامد وبالتالي ايه الجول الرابع حضر 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 لفريق الظاهرية أربعة لا شيء أربعة لا شيء لفريق اللي هو الظهرية لفريق الظهرية أول مباراة جمعت